الأخبار المهمة كمان معانا في حلقة النهاردة متعلقة بالبلوك. لما بنعمل حظر أو بلوك لأي شخص على سوشيال ميديا ما بنبقاش عايزين إن يحصل بينا أي تواصل، ولا حتى إن الأشخاص اللي عاملين لبعض بلوك تشوف البيج بتاعة بعض أو الصفح بتاعة بعض. بس شبكة إكس الاجتماعية نزلت تحديث جديد بيغير تماما الفكرة دي. دلوقتي لما بتعمل بلوك لأي شخص على إكس، الشخصين أو الاثنين اللي عملوا لبعض بلوك مش هيقدروا يعملوا لبعض فولو ولا يبعتوا لبعض مسجز، وكمان مش هيقدروا يعملوا تاج لبعض. ده كله شيء عادي، بس الشيء اللي مش عادي إن الشخصين هيكون البروفايلز بتاعتهم أو إن البروفايلز بتاعتهم تكون بوبليك أو المنشورات بتاعتهم مفتوحة إن أي شخص يقدر يشوفها على منصة إكس. هما الاثنين هيقدروا يشوفوا البوست اللي بتنزل على الصفحات دي بتاعت بعض عادي جدا. الفرق ان بس الشخصين اللي عملوا لبعض بلوك مش هيقدروا يتفاعلوا على منشورات بعض، لا يعملوا لايك ولا يعملوا كومنتات لبعض. بس في حاجة، لو اي حد عايز يخلي البلوك ده او الشخص اللي اتعمل له بلوك ما يشوفش اي حاجه بتتنشر على البيتش بتاعته، ساعتها لازم تحمي البروفايل بتاعك او تخلي البروفايل بتاعك بروتكتد. ساعتها بس المنشورات اللي هتتحط على الصفحه دي هتوصل للي عامل لك فولو وبس.